مضى رجب وأقبل شعبان. سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات. بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، شعبان وما أدراك ما شعبان. شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان، شهر الإكثار من الصيام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس. وهو الشهر الذي ترفع فيه اعمال السنه كلها يقول اسامه بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم قال ابن القيم رحمه الله فإن عمل العام يرفع في شعبان، وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من كان يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن. يقول سلمة بن كهيل: "كان يقال: "شهر شعبان شهر القراء". وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان، ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده. فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان، ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال